العالمين أحمده سبحانه بجميع المحامد كلها ما علمت منها وما لم أعلم على جميع النعم كلها ما علمت منها وما لم أعلم عدد الخلق كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صلى عليه الله من فوق سبع سماواته وصلت عليه الملائكة وأمرنا تعالى أن نكثر من الصلاة ومن السلام عليه في كل وقت وحين فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله صلاة لا يحدها حد ولا يحصيها عد ولا يدركها عقل عدد ما في السماوات وعدد ما في الأرض وعدد ما علمت وعدد ما تحب صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك وتتجدد بعطائك وتليق بذاتك يا ذا الجلال والإكرام وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي الأكابر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سيدنا الحسن وعن سيدنا الحسين وعن أختيهما سيدتنا زينب أم كلثوم وعن أمهم سيدتنا فاطمة الزهراء وعن أخواتها بنات رسول الله الطاهرات وعن أمهم سيدتنا خديجة وعن سائر أمهات المؤمنين وعن الصحابة كلهم أجمعين وعن التابعين وتابعيهم وعنا معهم برحمتك آمين أما بعد فيا أيها الإخوة الأحباب ذكروا أن الإمام الشافعي رحمه الله دخل إليه العجب بنفسه وأصابه الزهو بما علمه الله إياه فلما نام من ليلته رأى فيما يرى النائم أنه في قفص حبيس وأمامه قوم جلوس فقال بعضهم لبعض نحكم على الشافعي بالقتل وإذا بواحد منهم يترفق به ويقول لهم لا إن له سبق علم وجهاد وخير وعبادة وفضل بل نحكم عليه أن يخرج يمشي في الأشوارع والأزقة والطرقات يرى أدنى الناس منزلة وأحقرهم في عينه فيقبل يده ولما قام الشافعي رضي الله عنه أدرك أن الرؤيا رسالة من الله فلما صلى الفجر أخذ يدور في الشوارع والطرقات والأزقة وينظر إلى الناس ويتأملهم حتى رأى رجلا رث الحال فقيرا لا يملك من متاع الدنيا شيئا يجلس على كومة فقال في نفسه هذا أدنى الناس منزلة وأحقرهم فتوجه إليه وأمسك بيده ليقبلها فلطمه الرجل على خده وقال له تأدب يا شافعي وقبل يدك أنت فأنا الذي حكمت عليك بالأمس تأدب يا شافعي وقبل يدك أنت فأنا الذي حكمت عليك بالأمس وكأن الرسالة كانت تقول للإمام رضي الله عنه وأرضاه لا ترى أحدا أقل منك بل انظر دائما إلى نفسك بعين الصغر والدونية وعظم خلق الله رب العالمين يقول شيخنا الخطيب رضي الله عنه وأرضاه مترجما هذا المعنى في قوله ولا ترى
أقل منك أحدا حتى تموت مؤمنا موحدا. وعلى هذا المبدأ وذلك الدرب سار الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم. فما كان أحدهم رغم ما أودع الله فيه من أسرار إلهية ومعارف ربانية وعلوم لدنية يرى لنفسه فضلا على غيره ولو كان طفلا صغيرا أو صبيا. ذكر ابن كثير في تاريخه في كتاب البداية والنهاية عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي مر عليه وكان جالسا مع جماعة من أصحابه، فوقف النبي عليهم وقال لهم: إن فيكم رجلا ضرسه في النار أعظم من جبل أحد. فأصاب الرعب القوم، وظن كل واحد فيهم أنه المقصود بكلام الرسول، ومات أكثرهم على خير وإيمان وصلاح وتقى وزهد وورع، ولم يبق سوى رجلين. راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ورجل آخر من بني حنيفة أسلم على يد رسول الله، وكان مجتهدا في العبادة لا نظير له، حتى إن سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول عنه: إنه من خير من وفد علينا المدينة المنورة. وقال عنه سيدنا رافع بن خديج: كان له سبق فضل في العبادة والطاعة والزهد، وله منها شيء عجيب، إنه الرجال ابن عنفوة. وحدثت في أواخر زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتنة عمياء، كان السبب فيها والسر وراءها رجل موتور أحمق أبله يقال له مسلم بن حبيب، زعم أنه نبي وادعى أن الله أوحى إليه وأشركه في الرسالة مع رسول الله، وكذب مسيلمة. ومن جرأته وتطاوله بعث برسالة إلى رسول الله كتب له فيها: من مسيلمة بن حبيب رسول الله إلى محمد بن عبد الله رسول الله، إن الله قد أشركني معك في الأمر، فاقسم الأرض بيني وبينك نصفين، وإن لم تفعل فاجعل لي الأمر من بعدك، وأنا أعلم أن قريشا قوم لا يعدلون. هكذا يكلم رسول الله ويزعم أنه نبي، ويطالب رسول الله أن يقسم البلاد بينه وبينه، ويقول: إن لم تفعل فاجعلني نبيا من بعدك. ثم يغمز رسول الله بكلام لا يليق ويقول: وأنا أعلم أن قريشا قوم لا يعدلون. فما كان من رسول الله إلا أن رد عليه بقوله: من محمد بن عبد الله إلى مسيلمة الكذاب، إن الأرض لله يورثها من عباده كيف يشاء. ومات رسول الله، وتولى الخليفة الصادق الصديق أبا بكر أمر المسلمين من بعده، فزادت فتنة مسيلمة وانتشر خطره وضرره. فما كان من الرجال هذا إلا أن استأذن الصديق أن يذهب إليه، عساه أن يثنيه عن عزمه الكاذب. ولما رأى ما عند مسيلمة من قصور وأبهة وأموال وجواري، دب حب الدنيا والحرص في قلبه، وظهر ذلك في لمعة نظرات عينيه، فاقتبسها مسيلمة وعرض عليه ما لا يرد،
فقال أعطيك نصف مالي وأشركك في أمري وأعطيك من الجوار الحسان ما تريد شريطة أن تخرج على الناس وأن تخبرهم أن محمداً أشركني في النبوة من بعده وأنه زعم أنني نبي ورسول فباع الرجال الآخرة بالدنيا وآثر الحياة الآخرة بزهيد العيش وخرج على الناس وقال ما طالبه به الكذاب وكفر وارتد وادعى أنه من أنصاره المؤمنين به فكانت فتنته أشد ضررا وأكثر خطرا من فتنة الكذاب مسيلمة وآمن بمسيلمة الكثير والكثير ومن بقي من المؤمنين الموحدين قتلهم الكذاب شر قتله وما كان من المغرور المأفون إلا أن كون جيشا يزيد على 100,000 وقرر أن يحاصر المدينة وأن يقاتل من فيها فعلى عجل جهز الصديق رضي الله عنه وأرضاه جيشا لا يزيد عن 20,000 وأراد أن يتولى أمره رجل مغبون في دنيا الناس رغم ما له عند الله من مكانة عظمى ومنزلة سامقة سامية رجل أخبر الفاروق عمر أن له عليه فضلا وقال قولته الشهيرة لله دره سبقني إلى الحسنيين أسلم قبلي ونال الشهادة في سبيل الله وأنا حي إنه سيدنا زيد بن الخطاب أخو سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما لكن زيدا قال يا خليفة رسول الله إن الأمير على جيش ينبغي ألا يقتل حتى لا يتزعزع جنوده وإني عاهدت الله أن أنال الشهادة وأقسمت عليه به أن ألقاه شهيدا فنصب الصديق أبو بكر سيف الله المسلول خالد بن الوليد على قيادة هذا الجيش ولما التقى الجمعان جمع النور والإيمان وجمع الغياهب والضلال والبهتان تزعزع إيمان بعض المؤمنين لكثرة عدوهم فما كان من سيدنا زيد بن الخطاب إلا أن صرخ فيهم ليستخرج من قلوبهم فرسان الشجاعة وقال أيها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا في رقاب عدوكم ولا تهنوا ولا تحزنوا وإني والله مقدم عليهم غير هياب ولن أتكلم حتى ينصرنا الله أو ألقى الله فأكلمه بحجتي فتشجع القوم وحاربوا أهل الشر والشرك والزور وكانت عين زيد على الكذاب الرجال عنفوة فاجتمع به وقتله فجاءت كتيبة وقتلوا سيدنا زيدا رضي الله عنه وأرضاه وتم النصر للمؤمنين وقتل الكذاب مسيلمة وانتهت فتنته إلى الأبد وألقي به في سلة ومزبلة التاريخ محاطا باللعنات والسباب والشتائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولما انتهت المعركة وجد سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الرجال مقتولا في صفوف المشركين فخر لله ساجدا وشكر ربه وحمده على أنه لم يكن ذلك المقصود بقول رسول الله لما وقف عليهم
إن فيكم رجلا ضرسه في النار كجبل أحد، ومات سيدنا زيد بن الخطاب شهيدا في سبيل الله، ونال أعظم الدرجات عند الله بعد منازل النبيين والصديقين، نال الشهادة. تلكم المنزلة التي يصطفي الله لعباده منها من يشاء ويختار ويتخذ منكم شهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله صادق الوعد الأمين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن سار على دربه إلى يوم يبعثون. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، وقف الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم على منبر رسول الله يذكر أصحابه بحديث النبي وما أعده الله للمؤمنين في الجنان من سابغ فضل وعظيم إحسان وكرم بلا حدود وعطاء ممتد لا ينتهي ولا ينفد للشهداء والنبيين والصديقين. ولما تكلم سيدنا عمر عما أعده الله في الجنة من قصور قال: يعطي الله هذا القصر لنبي، ثم نظر إلى الروضة النبوية وقال: هنيئا لك يا رسول الله، ثم قال: ويعطيه الله لصديق، ثم التفت إلى قبر سيدنا أبي بكر في الروضة وقال: هنيئا لك يا أبا بكر، ثم قال: ولا يعطيه الله إلا لشهيد، ثم نظر إلى حاله وقال: وأنى لك الشهادة يا عمر، لست بنبي ولا صديق، وأنى لك الشهادة يا عمر. ومن فوق منبر رسول الله وفي يوم الجمعة وساعة الإجابة تمناها ونالها، فقال: إن الذي أخرجني من بيتي مهاجرا لقادر على أن يرزقني الشهادة في سبيله، ودعاها ونالها بفضل الله. فرحم الله شهداءنا الأبرار على مدار العصور والدهور والسنين والأيام، ورحم الله كل من دافع عن دينه وحمى وطنه وصان عرضه وضحى بماله ونفسه قديما وحديثا رفعة لدين الله وإعلاء لشأن بلاده وخدمة لأهله. نسأل الله أن يرحمهم وأن يتغمدهم بواسع إحسانه ومزيد فضله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك العظيم الأعظم الكريم الأجل الأكبر أن تبلغ روح رسول الله منا السلام، وآل بيته منا التحية والإكرام، وأن تنزل رحمتك وبركتك على من بنى هذا المسجد وعلى كل من صلى فيه منذ أن بناه وإلى أن يدوم بإذن الله، ولكل من بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ووفقنا لما تحب وترضى.